صباح الخير يا كريم، صباح الخير يا نهاوند، صباح الخير يا جمهور اهل العظيم، صباح الخير يا مشاهدين العظام. النهارده هنعمل شويه تمارين كده خفيفه، الغرض منها هي حرق اكبر كميه كالوريز. طبعا عرفنا بنسخن ازاي في البيت وازاي نحضر ارضيه تكون امان لينا عشان ركبنا وظهرنا. هنعمل شويه تمارين الغرض منها نحرق اكبر سعرات حراريه في جسمنا عشان نتخلص من الدهون اللي في جسمنا دي. يلا بينا شيفت ويت. اهم حاجه كعب رجلي ما يلمسش الارض. جامب روب، كاني بنط الحبل بالظبط. لو عندي حبل في البيت اوكي، ما عنديش خلاص مش مهم. هنط على رجل واحده. الرجل الثانيه. جامبك جاز، افتح رجلي وايدي مع بعض. برافو، كمل. سيزر، رجل ورا ورجل قدام، دايما ايد عكس رجل. نفس، برافو. شيفت ويت. مارش، هاخد وضع سوفت ني، ركبتي سن، ايديا الاثنين عند كتفي. هعمل دبل دبل، 1 2 1 2. استخدم وسطي معايا، شد على ربطني عشان احرق الدهون اللي عند البطن. نفس، هنعمل سنجل رايت ليفت. تمن عدات، 1 2 3 4 5 6 7 8. رجلي اليمين، ركبة شمال. طلع النفس على رجل واحدة. تمن عدات كمان، 1 2 3 4. استخدم وسطي معايا، جناب 6 7 8. مارش تاني، سوفت ايدي. هنعمل 8 وراهم 8 على طول. يلا ها، 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7. Again, 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Again, 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6. One more, 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. March. هستند على رجل، الرجل التانية. هتخيل كأني ماسك حد بإيدي، هضربه البونش، أوكي؟ بس عايز البونش down and up. Ready? Go! 1 2 hold 3 4 5 6 7 8. Switch, catch, up, go. 1 2 3 power, 4 5 6 7. Speed, go. 1 2 3 4 5 6 7 8. Again, 1 2 3 4 5 6 7. March. هنعمل كومبو ما بين الضرب والني. نعمل 8 و 8 ني. Ready? Go! Speed! 1, 2, 3, 4,
5 6 7 right knee 1 2 3 4 5 6 7 switch 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 march نفس هنعمل 4 4 ready speed go 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 switch 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 march هنعمل اخر حاجه speed 4 speed knee 4 right and left ready go 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 again 1 2 3 4 again 1 2 3 4 مارش ده جزء بسيط استخدمنا فيه مهارات الكيك بوكس في ان احنا نحرق كالوريز ونشغل عضلات الوسط والكتاف والرجلين ناخد نفس ننزل one more نفس بقى من تحت push again one more stretch ده عشان رايح العضلات عشان ما يجيلهاش كرامب تاني سايد اثبت 20 ثانية الجنب التاني ما غيرش على طول اخد نفس جامد اكسجين باور بوش وكده يكون خلصنا مع معلومات مفيدة وتمارين مفيدة الحلقة اللي جاية ان شاء الله